سيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية، مقترح الحكم الذاتي الذي جاء به جلالة الملك يعد من المبادرات الرائدة والحكيمة في عهد جلالة الملك لطي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. قراءتكم لهذا المقترح؟ صحيح بأن المشروع الحكم الذاتي الذي أقره جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة زيارته إلى العيون يوم 25 مارس الأخير يعد مرحلة تاريخية فيما يتعلق بالنزاع القائم في المغرب العربي منذ 30 سنة، وهو نزاع حول الصحراء. وتتميز هذه المبادرة بتقديم حل يتوافق في نفس الوقت مع إعطاء الحقوق لأبناء تلك المنطقة، ومن جانب آخر مع الشرعية الدولية، أي أنه حل يسمح للخروج ولكن من هذا النزاع بطريقة تحافظ على حقوق جميع الأطراف الداخلة في هذا النزاع. أولا الصحراويين المعنيين بالأمر بالدرجة الأولى، الحكم الذاتي يلبي لهم جميع المطالب التاريخية القائمة بالنسبة لهم في إطار الديمقراطية، في إطار المشاركة، في إطار لعب دور أساسي كما لعبوه دائما في تاريخ المملكة المغربية. ومن جانب آخر هذا المقترح التاريخي الفريد من نوعه يسمح للمغرب العربي أن يخرج من هذا النزاع الذي منع بناء هذا المغرب العربي الذي هو حلم شعوب المغرب العربي بطريقة تسمح للجميع أن يخرج كاسبا ورابحا ومنتصرا من هذه القضية التي أنهكت جهود دول المغرب العربي، وهي في نفس الوقت قضية عقيمة لم تؤدي لشيء إيجابي. سيد رئيس، زيارة جلالة الملك لمدينة العيون يوم 25 مارس الماضي حملت أيضا تفعيلا جديدا وإعادة هيكلة المجلس الملك الاستشاري من أجل خلق تصور جديد لإنهاء النزاع المفتعل حول قضية الصحراء، ومن أجل إشراك أبناء الصحراء في إيجاد حل حول هذه القضية. فعلا هذا جانب من انعكاسات المقترح الملكي المتعلق بالحكم الذاتي، هو أنه جلالة الملك أراد أن يكون هذا الحكم الذاتي كمصالحة نهائية وتاريخية ما بين أبناء المنطقة والإدارة المغربية. إعادة إنشاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية إلى جانب جلالة الملك لأولا تهيئ الاستشارة المتعلقة بالحكم الذاتي وتقديمها إلى جلالة الملك، ومن جانب آخر الدفاع إلى جانب جلالة الملك مساعدة جلالة الملك في الدفاع عن الوحدة الترابية والوحدة الوطنية والاهتمام المباشر بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، هو كذلك يعني يميز هذه الفترة ويميز هذه المبادرة الملكية ويعطيها القيمة التاريخية الضرورية، وهو أنها جاءت في إطار للمصالحة ليس فقط لحل إداري أو حل سياسي بقيادة المعنيين بالأمر، وإنما يشارك المعنيين بالأمر ولكن على أعلى مستوى، أي المشاركة إلى جانب جلالة الملك في سياقة صفة الحل وتطبيق هذا الحل والقيام بتهيئ الظروف النفسانية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية والاقتصادية لقيامه على ميدان تصالح نهائي كما يريد جلالة الملك. وبطبع الحال الصحراويين هم مسرورون جدا منذ الوهلة الأولى بهذه الزيارة التي قيرت الأحوال وقيرت الأمور في المنطقة وستقيرها في المستقبل أكثر، وبدأت الأشياء الملموسة تأخذ طريقها إلى الحلول مثل العفو، مثل العفو الملكي الأخير الذي أتاح لعدد من الإخوان أن يستفيدوا بحريتهم، وكذلك جميع المبادرات الأخرى التي ستأتي في إطار الحريات العامة وترسيخ الحريات العامة، وخصوصا في هذا العيد المناسب ذكرى السابعة لتربع جلالة الملك سيكون كذلك واحد العدد من المبادرات الإيجابية بالنسبة للمنطقة وفي الميادين الأخرى الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا إن شاء الله. سيد رئيس، منذ تكوين المجلس قمتم بجولات خارجية للخارج، نبغي نعرف أهمية هذه الزيارات وماذا كان الهدف من وراءها؟ هذه الزيارات كانت زيارات أولا للتعريف بالسياسة الملكية الجديدة،
والتعريف بالهيكل الجديد الذي هو المجلس الملكي الاستشاري، وكذلك التعريف وتوضيح مشروع الحكم الذاتي لأصدقائنا في الخارج وللمجموعة الدولية المنتظمة الدولي العالمي. فكانت زيارات إيجابية وزيارات رفعت اللبس عن كثير من القضايا، وعلى وأول لبس هو بأن جبهة البوليساريو ليست الممثل الوحيد والشرعي للصحراويين في أي مجال من المجالات، وأن قالبية الصحراويين الذين يقطنون في المنطقة تحت السيادة المغربية يؤيدون تأييد كامل وشامل وغير مشروط المشروع الملكي المتعلق بالحكم الذاتي. وتلقينا في هذه الزيارات التي قمنا بها لكل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والمؤسسات الاتحاد الأوروبي ترحيبا وتشجيعا وتأييدا، ونحن سنزور بلدان أخرى إن شاء الله قريبا بإذن الله في نفس الاتجاه. كذلك نتلقى يعني اتصالات من إخواننا في المخيمات وفي جبهة البوليساريو يشجعون على القدوم في هذا الاتجاه، لأنه هو الحل الذي يناسب الأوضاع في المنطقة، هو حل لا غالب ولا مقلوب، هو الحل الذي يحافظ في نفس الوقت على حقوق المغرب التاريخية والثابتة، ويحافظ على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأبناء المنطقة، ويسمح من الأبواب الواسعة لإعادة بناء المغرب العربي على أسس صحيحة ومتينة في إطار شراكة قوية بين جميع مكوناته. سيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، شكرا جزيلا لك. شكرا، أهلا بك.